أنا اسمي خالد، خالد محمد شحاتة. مهنتي اسمها نقاش على المعادن. المهنة دي غالباً بتبقى وراثية، يعني بتتورث من الأب للجد والأبناء. والدي شغال المهنة ديت وكان جدي قبليه. أنا بدأت أول ما بدأت أتعلم كان عندي 12 سنة، وكنت بنزل في أجازة المدارس بس، يعني المرحلة اللي هي الأربع أشهر بتاعت الأجازة. بنيت نفسي في المهنة ديت إن أنا حاولت أتعلم كل حاجة فيها. الموضوع ده على فكرة صعب شوية، لأن فيها تخصصات، في النقش اللي هو الحفر، في حاجة اسمها التربيص. التربيص ديت اللي هي عملية التأبيب، إنك تبتدي تخلق حاجات عالية وحاجات واطية. في حاجة اسمها الألوان اللي هي بتبقى خاصة بالفينش. في حاجة اسمها أركيت نشر. فأنا دخلت في كذا حاجة وأنا متخصص في النقش. بالنسبة للمواد الخام، معتمدين على كل النحاس مستورد، بيجي بقى من بعض الدول من شرق أوروبا. بيجي عبارة عن نوعين، يا إما لواح حاجات مستطيلة، يا إما حاجة اسمها تأويرة اللي هو المدور ده، بمقاساته بتخاناته، يعني التخانات اللي هي بتبقى ايه السمك بتاعه، والمقاسات اللي انا عايزها بقى 20 سنتي 25 30 لغايه المتر. بتجي لي طبعا هنا الخامه، باخد اللي انا عايزه، طبعا المقاس اللي انا عايزه، وببتدي اعمل عمليه التصنيع بتاعتي. ببتدي اقسم وابتدي اتخيل الديزاين المنظر، بس مش تخيل حر، لا من الفن الاسلامي، يعني ليه مرجعية ان في شغلي مرتبط بالفن الاسلامي. ببتدي اقسمها وارسمها الاول، بعد الرسم بقوم بعملية الحفر زي ما انا بعمل دلوقتي، ودي طبعا بتبقى هي اطول مرحلة واصعب مرحلة، اللي هي مرحلة الحفر اللي انا بعملها دي. بعد كده ببتدي اعمل له الفريم، يعني الشكل بقى اللي انا عايزه. بعد كده بخش على مرحلة التلميع والنظافة، لان طبعا بعد شغل انا بيبقى فيه رايش وبيبقى فيه حاجات كده ايه ممكن تعور وكده. بعد ما بخلص التلميع، يا اما احتفظ بيها بلونها، لان في بعض طبعا الزباين بيحبوا لون النحاس، اللون الاصفر اللميع، بسيب مثلا شغل متلمع اصفر على لونه، وجزء تاني ببتدي اطلعه ورشه خاصه للالوان للكلر بس. زي ما هتشوف ان هو في المنتجات المعروضه، هتلاقي بقى ايه فيها لون الاصفر والاحمر، كل دي بقى مواد خاصه بالالوان. القطعه دي خلصت من عندي انا هنا، المرحله النهائيه بتاعتها من عندي خلصت، بس هي لسه فلات مفروض. دي باخدها بروح بيها لورشه قايمه بذاتها اسمها ورشه خراط، عنده مجموعه قوالب. ببتدي انا ايه اشوف الديزاين او القالب اللي هيليق معاه، وابتدي اقول له ايه اعمل لي ده بالشكل الفلاني. الفن الفرعوني موجود بكثره كمان، الفن القبطي والفن الاسلامي. الاجانب على فكره ان كنت تستغربوا، الاجانب المفروض ان هم بيبقوا منبهرين بالحضاره الفرعونيه، المفروض ان هم بياخدوا الشغل الفرعوني، لا بينبهروا اكتر بالفن الاسلامي لانه فيه شغل. بعمل الاساور، خواتم، بعمل مباخر، منقوش على مباخر، في حاجات كتير جدا بعملها. بالنسبه لي اللي بيأثر عليا هم اكتر حاجتين، المنتج الصيني، والنقطه الثانيه الخامات. الخامات مغالى فيها جدا، يعني كيلو نعاس ان هو عندنا 85 جنيه. طبعا ده سعر عالي جدا. في مشكله بجد برضو، يعني احنا مش لاقيين لها حل، يعني مفيش اجيال جديد دلوقتي. الاطفال الصغيره بقى والشباب الصغيره عشان تجيبه تعلمه هياخد كام؟ يقول لي هياخد كام مثلا في اليوم؟ ينزل على ميكروباص، ينزل سواء توك توك، ينزل يعمل له 50 60 جنيه، ايه اللي يخليه بقى يقعد يتعلم مهنه ممكن يقعد يتعلم فيها سنه ولا سنتين، وياخد مبلغ رمزي في الاول عقبال ما يتعلم؟ دي مهنتي، فانا يعني مش هسيبها، يفرق بيني وبين الموت.